مفتش يا اخي يدك في يدي لتحقيق المطالب المهزلة ولا عرفنا والنظام المهزلة. نؤكد ان بهذه الوقفة نساهم في اصلاح المنظومة التربوية في تذكير الوزارة والاطر يعني الاطراف الحكومية دعوتها الى استدراك ما يمكن استدراكه قبل فوات الاوان لما يحاك ضد المنظومة التربوية ولما يحاك ضد هيئة التفتيش بصفة خاصة. نقف اليوم لدعوة الحكومة والوزارة الى الالتزام بالمبادئ المؤطرة لاتفاق 14 يناير، الالتزام بالتوجيهات الملكية وبالدستور وبالتشريعات المنظمة لوزارة التربية الوطنية التي تم الانحراف عليها في تعديلات ديال هذا المرسوم الجديد. نقف اليوم لنؤكد على ان نقابة سمو التعليم هي نقابة مواطنة ستنخرط في جميع الاصلاحات، ستنخرط في استدراك الزمن المدرسي، وستنخرط ايضا في الدعم والمواكبة ديال الاساتذة والتلاميذ في عملية الدعم وإنجاح المحطات المقبلة. لكن في نفس الوقت نشير أننا نقف هنا اليوم ضد التمييع، ضد الريع النقابي، ضد التعويضات المشبوهة، وضد الطرديات المعيبة. نحن نعتبرها هذه توافقات، نعتبرها صفقة ضد المنظومة التربوية ضد هيئة التفتيش. نقول اليوم لا لقرصنة السنوات الأقدمية، لا لإسناد إطار التفتيش دون مباراة ودون تكوين، نقول لا لتبخيس أدوار المراكز تكوين معلمي تكوين مفتشي التعليم ولمكانتها العلمية، نقول أيضا لا لتقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، نقول أيضا نعم للكفاءة، نعم للاستحقاق، نعم للجودة، نعم لإنصاف جميع الشغيلة التعليمية ومساندتها. ندعو للجميع إلى تضافر الجهود من أجل إنقاذ الموسم الدراسي وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وفي بدايتها الجانب التشريعي بإعادة النظر والتدقيق في النظام الأساسي المعدل بشكل يتناسب ويتلائم وينسجم مع التشريعات الرسمية ومع المصلحة الفضلى للتلميذ والمصلحة العامة للمنظومة التربوية. وقفتنا اليوم هي من أجل إعادة الانتفاض على نظام أساسي مس حقوقنا بالدرجة الأولى ومس حقوق الشغيلة التعليمية يعني بمختلف فئاتها. نطالب اليوم من بين أهم المطالب بالاستقلالية الوظيفية لهذا الإطار هذا لكي يقوم بوظائفه وبمهمته على أكمل وجه. نطالب كذلك بالالتزام بقوانين والتشريعات التي ومقتضيات القانون الإطار أساسا التي يعني تحدثت عن كون مدخل تكوين الأساس هو المدخل الأساسي لولوج مهنة التربية مهن التربية والتكوين وعلى أساسها مهنة التفتيش. الوقفة الاحتجاجية لنقابة مفتشي التعليم وقفة احتجاجية التي تأتي تعبيرا عن حرص هيئة التفتيش على حكامة وجودة المنظومة التربوية والتعليمية بشكل عام. هذه الوقفة الاحتجاجية التي تأتي في سياق إعداد النظام الأساسي الذي عرف انحرافات على مستوى إعداده عن المرجعيات الوطنية الأساسية الصادرة بهذا الشأن، ونخصص كل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين. هذه التوصيات التي تنص على أن تجويد المنظومة التربوية هو رهين بتكوين الأساس، لأنه حينما نتحدث عن النظام الأساسي وهو السياق الذي عرف فيه المغرب مجموعة من الاحتجاجات على مستوى كل الشغيلة التعليمية، هذه الاحتجاجات التي واكبت إعداد هذه الوثيقة، لأن حينما نقول إعداد النظام الأساسي لا نتحدث فقط عن ما هو مالي، عن ما هو حقوقي فقط، وإنما نتحدث عن وثيقة تشريعية هي التي تهيكل وتنظم كل ما يتعلق بالمنظومة التربوية على مستوى الموارد البشرية، لأن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لإصلاح أي منظومة تعليمية. الموارد البشرية بكل فئاتها وبكل أطرها هي المعول عليها في تحقيق هذه الجودة وفي تحقيق هذه التنمية على مستوى كل القطاعات الأخرى. تحدثنا عن هذه الانحرافات وهي التي تمثلت في الانحراف عن المبادئ الأساسية
التي كانت أيضا موضوعا لاتفاقات سابقة بين وزارة التربية الوطنية وباقي النقابات الأخرى. فكما تعلمون فهيئة التفتيش تلعب أدوارا محورية على مستوى جودة وحكامة المنظومة التربوية، على مستوى التقييم، على مستوى التأطير، وعلى مستوى مواكبة الأطر، أي أطر التدريس وتأهيل هذه الأطر والرقي بكل الجوانب الأخرى الخاصة بالمنظومة التربوية. إذن فوقفة اليوم هي بمثابة صرخة لدعوة وزارة التربية الوطنية لمراجعة هذا الانحراف وللعودة إلى الأدبيات المؤطرة وكل التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، وكل التوصيات أيضا الصادرة عن مختلف تقييمات المرتبطة سواء كانت هذه تقييمات وطنية أو تقييمات دولية.